تكشف البيانات اليومية لوزارة الدفاع الوطني عن أرقام صادمة لمحاولات هجرة غير شرعية لدى الشباب، حيث يفوق عددهم في المرة الواحدة 200 مهاجر، وبلغ عدد الحراج نهاية أكتوبر الماضي أكثر من 400 مهاجر بمعدلات مرتفعة من شهر لآخر، وصلت 27 قاربا في يومين. عشرات الأمهات كهذه الأم يحترقن يوميا على فلذات أكبادهم الذين ابتلعتهم أمواج البحر. إحصائيات وزارة الدفاع الوطني تشير إلى إحباط محاولات هجرة غير شرعية لأكثر من 2000 شخص، 1400 منهم في النصف الثاني للعام الجاري. وزارة الدفاع ليست وحدها، فالتقارير الإعلامية الإسبانية هي الأخرى، سجلت وصول 73 شخصا بلغ السواحل الإسبانية خلال يومين، بينهم امرأة حامل طفلان ورضيع، وبلغ عددهم نهاية أكتوبر أكثر من 400 مهاجر بمعدلات مرتفعة من شهر لآخر، وصلت 27 قاربا في يومين فقط. هي قصة تراجيدية مأساوية لآلاف الشباب لفظ البحر بعضا منهم، كشباب لابوانت بباب الواد، وآخرهم شباب تيكزيرت بتيزي وزو، بينما احتفظ بالكثيرين. تعددت الأسباب واختلفت، لكن المصاب جلل. مثلا في أوروبا هو الأمل، لكننا نظن هذا يسموه سراب الامل، ميراك، يتخيلوا بلي كان امل. ونظن ايضا انه بعض الجهات اللي راهي تقول انه الجزائر راح تعاني في السنوات القادمه من ازمات اقتصاديه وازمات يعني اجتماعيه، اللي خلات هذا الشباب اللي حتى نقولوا يضحي بنفسه. عوده ظاهره الهجره غير الشرعيه نقطه سوداء اخرى تضاف في مسار مجتمع يبدو أن مساحات الأمل فيه تتقلص